أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجه لوجه. واليوم قضيتنا بنروح على القضايا الاجتماعية وقضية الخلع. عندنا بالكويت خلع، راح نتحاور حول القضية وتأثيرها على الأسرة والأبناء. رحبوا معي بضيوف الكرام، مع الأستاذة إلهام القطان. مرحبا أستاذ. يا هلا فيكم، طول بعمرك. معنا دائما المحامية حوراء الحبيب. مرحبا أستاذ حوراء. هلا مرحبتين، ونرحب بالجمهور الكريم. طول بعمرك، الله يحفظك. نبدأ بالأستاذة إلهام، بس للتنويه أعزائي المشاهدين راح نفتح الاتصالات. عطني يا مخرج أرقام الكنترول. هذه أرقام الكنترول أعزائي المشاهدين، 22 67 662 22 664. ما أشوف، يبي لي مكبر. أنتوا تشوفونا واتصلوا وسجلوا الأرقام ويعطون أرقام تليفوناتكم، راح يتواصلون معاكم إن شاء الله خلال دقيقة. السؤال والمختصين إن شاء الله اللي عندي راح يجاوبون على استفساراتكم. أستاذ إلهام، الخلع، لماذا المرأة تلجأ للخلع؟ هل هو دلع أم أن المرأة قررت أن تخلع الرجل؟ طبعا إحنا ما نقدر نقول المرأة كحالة عامة. الخلع تصير لحالات فردية، أي أصلا حالة طلاق أو زواج حتى تصير في حالات فردية. شنو اللي يخليها تلجأ للخلع؟ الخلع يعني تنازل، تتنازل هي، مو شرط كل حقوقها، أحيانا حتى يصير بعض الحقوق. لكن ما يوصل الإنسان لهالمرحلة إلا يكون متضرر، هو لازم يكون متضرر والطرف الآخر ما يبي يفل، فهي تخلع. المرأة بطبيعة حالها تحب الاستقرار، تحب أن تكون مستقرة في بيتها فطريا. الطفلة الصغيرة تحب تمسك اللعبة ويسوون بالمخاد بيت. الأطفال وايد يحب، خاصة البنات لو تلاحظ هالشيء، هذا بطبيعتها الفطرية تحب الاستقرار. لما تدش بيت، احنا للأسف ما عندنا تأهيل قبل الزواج، وهذه بروحها بحد ذاتها مشكلة. تأهيل قبل الزواج وايد تسمح، وايد مهم هذا الشيء. طيب احنا كل علومنا قاعدة تتطور، وهذا واحد من العلوم المهمة الاجتماعية. حياتنا احنا أصلا هي ثلاث محاور: حياة اجتماعية، حياة عملية، نوم. خلصت حياتك كذي، صح ولا لا؟ حق العملية ايش كثر تدرس، ايش كثر تقرا، ايش كثر تبحث. طيب حق الاجتماعية شنو قاعد تسوي؟ على الله وعلى تربية الأهل. يجيب لي أهل كاملين؟ ما في. أكيد في بيوت عندها مشاكل، عندها ضغوط، عندها ظروفها الخاصة. ما يي أنا بنفس كوبي بيست بيت أبوي أعيش بيتي، ما يصير. اصلا زماني يختلف، ظروفي تختلف، الرجل اللي انا قاعد احتك فيه مو ابوي، فالوضع يختلف. هذا يحتاج تاهيل، يحتاج تدريب، يحتاج تثقيف، كل هالاشياء. هذه الامور طبعا وايد دول الحين سباقه في هالاشياء، وايد مهم عندها انه يدخلون فري، يعني دورات بس، ويدخلون حتى في اماكن. انا ادرب ترى في مناطق اهل المدينه مو رايحينها من كثر ما هي نائيه، بس يدربونهم حق هذه الحياه الزوجيه. فالتأهيل جدا مهم. أنت رفيجك 10 سنين، رفيجك سافر معاه مرة راح تشوف أشياء ما شفتها بالعشر سنين. طيب إحنا نجيب رجل وامرأة ما يعرفون بعض، تعال قعدوا في بيت واحد. طيب الحين في أنماط تختلف، في أفكار تختلف، في تربية تختلف، أكيد في بعض الأحيان تصير مشاكل. فما تلجأ المرأة إلى هذه المرحلة إلا تكون في وصلت مرحلة ضرر. أنا أتحكى بالحالات السوية الآن، هذه دلع، هذه ما أدري شنو، هذه مو حالات عادية. أنا الحالة السوية اللي يوصل لها الضرر اللي عندها. مجتمعنا يعني، أنا أحس هذا السؤال الأستاذ حوراء رجع لك إياه. لما تكلمت على دلع، فين الأستاذ حوراء اليوم قاعد نسمع حالات خلع؟ المرأة لا تريد الرجل. نعم. في بداية زواج لأسباب تسمعينها ممكن معالجتها، وأنت محامية. نعم. مريت فيها. تكلمي عن القضية. نعم. بالنسبة أول شيء للخلع، في البداية خلينا نعرف المشاهدين بموضوع الخلع، لأن في فهم خاطئ الفترة الأخيرة حول مفهومية الخلع. الخلع هو عبارة عن طلاق تعرض الزوجة على الزوج بمقابل عوض. صح. وبالتالي تبذل شيء للزوج، إما الزوج يوافق أو لا يوافق. يعني قد تبذل مثلا زوجة تتنازل عن مؤخر، زوجة تبذل 10 دنانير، تتنازل عن بيت أو عيال. مدى قبول الزوج في الخلع، ممكن تتنازل عن حضانة الأطفال، ممكن تتنازل عن حضانة الأطفال، ممكن تتنازل عن بيتها اللي باسمها، ممكن تتنازل عن مبالغ مالية، ممكن تبذل تعطي مبالغ مالية معينة للزوج مقابل خلع. إذن هو عبارة عن عوض تبذل الزوج بمقابل طلاقها، يتوقف على أمرين أساسيين: قبول الزوج وتوافر الكراهة. شنو يعني قبول الزوج؟ الزوج يكون قابل لهذا العوض. يعني اليوم في مفهوم خاطئ،
في حريم عيوني يقولون لي انا بخلع نفسي. استاذ يلا خلعيني يلا بروح اخلع نفسي. قلت لا ما يصير، لازم نقعد مع الزوج نتحاور معاه نعرف الزوج موافق على شنو، شنو تبذلين له وعلى شنو هو موافق. اذا لا يتم الا بموافقه الزوج وشرط الكراهه. اوقف عن شرط الكراهه لان اليوم هذا الشرط اصبح مطاط او مفهومه مرن مع تطور الحياه الاجتماعيه اللي احنا قاعد نعيشها. الكراهه لابد ان يكون هناك كراهه قانونا، يعني الزوجه تكون كارهه هذا الزوج بسبب سوء في طبعه في اخلاقه. مثلا وحده تبتخلع نفسها تقول ريلي ما يفرش اسنانه، وحده تبتخلع نفسها تقول ريلي بخيل، وحده تبتخلع نفسها تقول ريلي تزوج زوجه ثانيه ما في ضرر عليها من الزوجه الثانيه لكن انا مو حابه اني انا اكمل حياتي معه لانه ما اتقبل زوجه ثانيه في حياته. وحده تبتخلع نفسها لان مثلا من الاسباب التافهه زوجي ما يلبس ماركات، زوجي ما يطلعني مطاعم. اذا هي كراهه بسبب طبع او اخلاق او ما يتحاور معي او ما يتحاور معي ما يعرف يكلمني عدل. اذا هذا مو ضرر، المشرع يكيف هذه الامور على انها كراهه من قبل الزوجه للزوج بسبب طبع او سلوك معين. هذه الكراهه لابد ان تكون متوفره عشان هذا الخلع يكون خلع صحيح شرعا وقانونا. اذا في مفهوم ثاني دخل علينا واصبح دخيل، صار ان بعض الرجال لما يشوف الزوجه تروح تقول البعض طبعا تبي تروح ترفع الطلاق يقول لها لا انا ما اطلقك روحي خلعي نفسك، يكون طاقها خاينها ما يصرف، مو بخيل ما يصرف ابدا عليها، يعني البخل العسير جدا، مقصر في حقوقها الشرعيه حق الفراش وغيره. في ضرر هني، نفرق ما بين الكراهه والضرر. الضرر في شيء في قضيه اسمها طلاق للضرر ترفعها الزوجه ما تخلع نفسها، لان الان انا يعني مع اطلاعي على اغلب الاراء الشرعيه ايضا وليس فقط القانونيه ان لا يجوز الخلع اذا لم يكن شرط الكراهه متوفر، واذا كان اسباب الطلاق الضرر الخلع لا يجوز حتى من الناحيه الشرعيه، واتفق اغلب الفقهاء الشرعيين على هذا الامر. اذا انا عندي شرطين اساسيين، العوض اللي تفرضه الزوجه وقبول الزوج هذا العوض، الشرط الثاني الكراهه. نعم بالفتره الاخيره حالات الخلع زادت خاصه عند الشباب، خاصه اللي يتزوجون شهرين ثلاث اشهر اربع اشهر، من الحالات في بدايه عمرهم يعني يعني هذه عندنا مشكله كبيره جدا. يعني احنا دائما نقول ان الاسباب ترجع الترف الزايد، الفهم الخاطئ للزواج، عدم تحمل المسؤوليات، يتزوج الزوج بس علشان انا بيكون عندي مره واسمي اني انا تزوجت، انا تزوجت وخلاص، تزوجت وخلاص، ينسى المسؤوليه. وبالتالي هذه عباره كلها عن اسباب تافهه في هذا الوضع. المره تي تقول انا ما ابي الريال خلاص ما ابي، كارهته بس كارهته ما ابي. في ريايل على فكره على الرغم ان المراه احيانا تبذل كل اللي عندها له هم يقول ما اطلق، اشرشحها في المحاكم. استاذ الهام لما انت قلتي لي جمله اللي هو اعطاء محاضره توجيه على الزوجين او الطرفين يعني المراه والرجل، ليش اتجهنا لهذا الموضوع على الرغم السابق ما فيه؟ هل هو حياه استهلاكيه تغيرت؟ شو الاسباب؟ واذا كان عندك تعليق اللي سمعتي قلت. طبعا كلام الاستاذه كله يعني في محله. بالنسبه ليش الحين طبعا ظهرت هالاشياء؟ هل لان الزوج ما يتحمل مسؤوليته؟ هو اثنينهم صراحه، اثنينهم حاملين جهتين. اي طبعا طرفين. ممكن يكون اثنينهم في الخلل، ياب هذا ياب هذا، مو شرط يكون اثنينهم في نفس القضيه. يعني ما احمل الزوج كل الخلط، غلط ممكن يكون احيانا في بعض الحالات الزوجه هي الغلطانه، مثل ما ذكرت ان اسباب ما هي يعني ما نقدر يعني حتى لو بنقول انه والله هذه حاجتها كذي، بس ترى في تعويض. يعني انا جاتني واحده تقول انا واحده سمعيه واحب الكلام الحلو، ريلي ما يقول لي كلام حلو وبطلق منه؟ وبطلق منه لان انا يعني اروح حق منه يقول لي كلام حلو؟ والريل معاند ما اعرف اقول كلام حلو. شوف الاسباب، معقول نوصل لهالحاله؟ لهالحاله لا ليش؟ تقول لك ما يقول لي كلام ما حلو؟ ما يقول لي كلام حلو، يبي لي وسيله انا في اسمع فيها حكي حلو. يعني اذا المرأة ما تسمع من ريلها، تسمع من منو؟ يلا. هذه واحده من الاسباب. فممكن يكون هو الحين الزوج ترى سبب. فعلا ممكن المرأة محتاج، طب المرأة من منو تسمع؟ اذا الريل ما يقول.
زين استاذ الهام، في ظل هذه الظروف ليش ما يعدل الزوج؟ مو هذا اللي انا قاعد اقوله، ممكن تكون يعني يكون يعني هو الزواج عنده يقول ماني قايل لك ما يعدل نفسه، يقول ما يعدل من نفسه. يعني اليوم انت الحين امامك كزوج حلين، اما انك انت تقبل خلع المراه، يعني احنا نتكلم عن خلع المراه تبي تبذل مقابل طلاقها، انت عندك عصمه الطلاق، اما انك انت توافق وتطلقها او انك انت تعدل من نفسك. بالضبط، لا ترحم ولا تبي رحمه ربك تنزل. بالضبط، هم ما يصير. يعني هنا يتحمل الزوج القضيه، يعني هو يكون متسبب، هو يكون متسبب في الحاله اللي وصلوا لها. يعني احنا من حاكي يقول والله انا اعبر عن حبي لها ان اجيب لها هاموره، جد والله كذي اقول لك. ترى زين هذا خوش ريال هذا يعني طيب هامورة زين طلع منه شيء هذه ما تحب الهاموره جيد والله اذا ما تحبها هي هو اللي يحبها ما تحبها هي تبي تسمع. غالب الحريم سمعيين اللي هو يعني العاطفه او غالب الحريم سمعيين، يعني حتى لو يقط الاف الدنانير يجيب لها ذهب ممكن ما يهمها، بس تبي تسمع. ممكن هي نمط، طبعا ها نمط شخصيات، فسهله وببلاش ولا هامور ولا غيره. قول لها كلام حلو، والله انا ما اعرف انا زفر كذي كذي اشكره انا زفر ما اعرف اقول لك حكي حلو. طيب انت اسره كلها راح تفل التفكك اسري وحاله ومرمطه وقضيه وفلوس رايحه وفلوس ليش كل هذا؟ علشان والله احنا تدرين شعب صحراوي جلف ما يعرف الحكي. ترى الرجل الخليجي شويه يعني تعبيره لزوجته ويقول احبك وبعد من العمر طويل، يا اخي انت انا عايش وياك يعني ما خالف قول يعني طيب يعني اوكي. الحين اللغه معجزه ولا ما نزل القران في لغه؟ اللغه نفسها معجزه، الكلام معجزه تتغير الدنيا فيها امانه. فانت الحين هذه حياه زوجيه، هي المؤسسه الاجتماعيه تبدا بالاسره، هذه حياه زوجيه ممكن تفل وبعدين عيالك هم يصير عندهم تفكك بسبب هذه اللغه، ففعلا معجزه. طيب اخي استغلها، يعني هذا انا اجيب لك ابسط ترى سالفه. فهو ممكن احنا ليش جبنا هالطاري؟ ممكن يكون هو المتسبب، مو شرط انه تكون هي، يعني واحد من الاثنين يكونوا المتسببين. حتى تذكر صوره دائما نطالب المراه تعدلي حق ريلك، لبسي حق ريلك، في مقابل الرجل ما يلبس حق ريلك. بالضبط، مع انه ترى مطلوب حتى هو يكون يعني انيق نظيف نظيف مرتب. يعني انت شوف نفسك بعد، بس المراه صحيح. بس الاستاذ حوراي يعني على موضوع ما زال الرجل يشوف نفسه رجل على المراه، انا مو انت المشكله تبقى. ان المشكله ان الرجال يفهم معنى الرجوله بمعنى خاطئ. اليوم انا دائما ترى اللي يجوني للمكتب وقاعد يطالعوني يعرفون، يعني يطالعون الحلقه يتابعونها يعرفون، انا دائما اقول كلمه للرجال لما يدخل عندي ويعاني من مشاكل احوال، اقول له إذا تبي تكون ريال في بيتك سواء العلاقة هذه راح تستمر أو تنفصل، كن دبلوماسي بحل مشاكلك، لا تستخدم العناد على أن أنا ريال أشرشح في المحاكم، أنا ريال أنقعها، أنا ريال أخليها مثل الطرش مخلل في بيت أهلها. استخدم رجولتك وكن دبلوماسي في حل مشاكلك، اطلع بأقل الأضرار وأنقذ أسرتك سواء طلاق. يعني أنا في دورة من الدورات حضرناها في المجلس الأعلى للقضاء، وكان المستشار خالد المنديل يلقيها، وصراحة كانت من أروع الدورات اللي أنا حضرتها في الأحوال الشخصية، اسمها الطلاق الناجح. كيف أن الرجل والمرأة يطلعون من حالة الطلاق ويكون طلاقهم ناجح؟ لأن اليوم إحنا أصبح السيطرة على حالات الطلاق أمر صعب، لما إحنا تطلع إحصائية تقول في اليوم 8 حالات طلاق عندنا، إذن السيطرة ووقف هذه الحالات أمر صار صعب. ترى خلنا نعترف هذا واقع، إحنا مو قادرين نجابل هذه الظاهرة ولا قادرين نسيطر عليها، إذن خلنا نحاول نحد من آثارها. الطلاق الناجح يعني اليوم أنت ريال، أنا يعني من ضمن الأشياء اللي انعرضت في الدورة، كان في رجل الله يذكره بالخير طلق 4 حريم، تزوج 4 وطلق 4. المشكلة فيها وكان والمستشار حضر هذا الرجل أمامنا في الدورة التدريبية وتكلم عن طريقة تعامله مع نسائه أثناء الطلاق، وقت اللي قرر أنه بيطلق كل وحدة ومتى بيتزوج الثانية شلون تعامل مع أسرته، وعنده من كل وحدة عيال، والآن هو ما دخل المحاكم على أي وحدة من هذه الأبناء من هذيل الحريم ولا مع عيالهم، وحياته ويقول أنا 3-4 طلقهم بس مسكنهم عندي في البيت، كل وحدة ماخذة دور هي وعيالها وما بيني وبينهم أي مشاكل.
وعنده ابقى على الاولى اللي خذاها اول مره رجع عليها هي بس على الاصل، والباجين مطلقهم وعندهم عيال ومخليهم مطلقاتها. اذا اليوم احنا عندنا مفهوم خاطئ الرجل للاسف. يعني انا دائما اشبه اقوله مثل المثال، تقدر تركب جمل الحين بشوارع الحين ويوصلك لبيتك؟ ما تقدر. إذن لا تستخدم سياسة الآباء، لأن اليوم الظروف الحياة تغيرت. أنا دائما أقول المرأة قبل كانت تسكت وتصبر وتتحمل لأن كانت ضعيفة مستضعفة أكثر. اليوم المرأة متعلمة، معلمة، تشتغل وقاعد تقود عندنا تقود حكومة. أصبحت المرأة تقود حكومة، المرأة دشت القضاء، في المستقبل قاضي. إذا المرأة وصلت مكانة، ترى المرأة لا يعني لا نعذرها، لا نعيبها عفوا لما نقول أن المرأة يعني تقدر تستغني عن الرجل بسهولة ولا تطلب الخلع على طول. المرأة تنطر الشارع الريال، لأن هي تقوم بمسؤوليات الأهل، إذا هي تصرف، هي اللي تهتم، هي اللي تودي السيارات البنشر، هي اللي تجيب اللي يصلح البيت. تقول أنا عندي وحدة تقول أستاذة حتى أنا دخل العمال البيت يصلحون الخرابات اللي في البيت، أرقام الصحي وأرقام الكهرباء كلها في موبايلها. زين إذا المرأة كل شيء قاعد تسوي، تتحمل ريال ما يتحمل المسؤولية؟ لا ما تتحمل. تتحمل ريال يهينها بكلمة؟ والله أقل كلمة بيقط عليها أو يقولها كلمة واحدة، ترى أتزوج عليك؟ تقول له يلا اطلع برا وتزوج وانا اروح لك، يلا روح مع السلامه. تقدر تشيل المسؤوليه. والقانون اليوم ايضا اكد حقوق المراه اضعاف، يعني 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 رسخ حقوقها في محاكمنا اكثر من السابق، وكفل لها العديد من المميزات. وصارت المراه اليوم لما تكون حاضنه ما تحتاج الرجل في شيء، هي اللي تطلع المستندات الرسميه، هي اللي تاخذ النفقه، هي اللي تسجل مدارس. اذا المراه عندها كل الأدوات اللي تساعدها أنها تعيش بروحها. يجب أن الرجل أن يحترم المرأة اللي يأخذها. وأنا دائما أقول كلمة يعني تكملة لهذه الجملة أيضا، دائما أنا أقول البيت صلاحه من صلاح الزوج. صدقني إذا الريال كان ماسك بيته وكان عارف حقوق مرته، ما في مرته تروح تشتكي عليه، لأنه هو يقود يحل مشاكله، هو اللي يقود. لكن لما المرأة تزهق من رجل غير مهتم في بيته، ما تتحمل لأسباب يراها جدا تافهة، ولا يصلح ان يكون زوج وقائد في لا بيته. يصلح ان يكون زوج على يدك. استاذه الهام كان عندك تعليق؟ دائما انا احمل الرجل مسؤوليه اللي في البيت. طبعا لانه هو المسؤول الاول، يعني الرجل ترى هو اللي يروح يخطب المراه وهو ينقيها وهو اللي، فهو مسؤول عن فتح هذا البيت من الالف الى الياء. يعني رب العالمين اختصر كل هالقضيه بكلمتين، يا ان تعيش معاها بالمعروف يا ان تسرحها بالاحسان. كل اثنينهم فضائل الاخلاق، ما قال انه عقب واضرب وروح شرشحها بالمحاكم. ام عيالك مهما يكون، انت لو يوم واحد عايش معاها لازم تحسن اليها. انت الخادم يشتغل عندك تحسن اليه، فما بال ام العيال مهما منو ما كانت. حط في بالك ان الزمن مو اليوم وباكر او سنه، خلينا نقول او سنتين ملوت القضيه. طيب بعد 20 سنه لما عيالك يكبرون، احنا ترى عندنا قضيه بعد يعني اتعس في الناس اللي تعيش الطلاق العاطفي. يعني تبي تخلع له فشل الناس شو تقول؟ طيب طلقني، لا ما طلق انا هذا. طيب تقعد هي مطلقه عاطفيه، ماكو عاطفه، هذا بعد اردى ترى من الطلاق العادي، لان لا هم اللي متزوجين ولا هم اللي اسر كويتيه، لا هم متزوجين ولا هم هو سقف بس يجمعهم فقط لا غير. بالضبط. فالعمليه ان الناس وايد تسترخص موضوع اني انا شلون احل الاشكال، ليش ما اشغل مخي واحل الاشكال؟ ما يبي. لا والله انت لازم تفهمينها فطري. طيب احنا عندنا وايد مستجدات، كل واحد ماسك تليفونه زين قاعد ويطالع ويسوي بالساعات، بس ما يقعد ويقرا ويكتب حكم، ها؟ بس ما يقعد مثلا يحل اشكال. والله انا ما اعرف اتكلم وايد. انا عندي حاله طلاق صار من كثر الحب. كثر الحب؟ من كثر الحب. شلون كثر؟ بس الحب اللفظي مو الحب العملي. اكتب شعر واغازلك 24 ساعة، عمليا ماكو شيء. شلون دكتور؟ ما فهمت. يعني يحبها وايد، يكتب لها رسائل زين خوش ريال بس هذا، بس هذا حده. زين بس زين. لا يعني قعدت مسكينة يعني فوق ال 25 سنة متزوجة بشقة. زين متى بتبني البيت؟ زين ابني البيت اليوم باكر، اليوم سنة سنتين ثلاث. طيب ليه هذا الحكي؟ يعني شبحها حكي بالضبط. زين خلاص الانسان يتمرحل. انا هالحكي ابي في اول سنه سنتين ثلاث،
صار عندنا عيال، صارت عندنا مسؤوليات اكثر، ما ينفع الحكي هذا فقط، يحتاج عمليا الحين توظف هذه الالفاظ عمليا في الحياه الزوجيه. فتخيل الحين شنو السبب، ما مو سبب يعني هذا حب هذا، بس ما ينفع الحب بدون اهتمام بدون تفعيل. فاذا الاسره حب، الاسره لازم تكون هي شعار، والله مو الاسره هي حياه كلها حب، يعني هذا هذا شعاري انا، في حب في البيت وفي اريحيه، الاسره ناجحه مجتمع ناجح. إيه بس الحب شنو؟ الحب عمل، الحب مو كلام، مو كلام. في ناس انا اعرفهم ما يتحجون ولا يسمعون، تعال شوف الحب في البيت لانه عمل، يبذل كل قدراته وامكانياته لاجل نجاح هذه الاسره. يعني حاتي واحد واحد في البيت يعني ينصح يصنف أساس ما اظلم، هم هناك رجال يا حريم والله لو يخدمها ويعطيها ما يبعينها، مو هي بشي. لحظة احنا هذه النقطة مهمة جدا ترى، احنا داشين عليها النقطة هذه وايد مهمة. طبعا هي لو خليت خربت، انا قاعد قلت لك من البداية ممكن يكون الخلل هني او هني، والمرأة ناكرت عشيرته لا بس ممكن هو مو فاهم ايه شنو نمطها، مثل ما قلت لك توه ممكن يبلها ذهب كذي ولا، بس هي تبي حكي، ممكن كل ما تزعل تنسى السنين كلها الحب، ممكن مثلا يعني بس لازم اعرف النمط الاخر. حتى المراه ترى انا ما تحكي، ترى تحكي عن الجهتين، اثنينهم مسؤولين، صحيح، هذول مثل عواميد البيت، كل واحد مسؤول انه يشد مسؤوله ولا دور بالضبط. فبالتالي للاسف المشاكل الاغلب اللي صارت اللي شرحتها الاستاذه توه، ان ما قام يعيش الواحد دوره، المراه صارت ريال مثل ما قالت فعلا، والريال قام يسوي مثلا بعض المهام اللي المراه تسويها، مثال تطلع لها هي شغلات خارج المنزل وهو يقعد يمسك لها، هذا ما يجوز مثلا، بالعكس هذا تعاون، انا اسميه تسمينه تعاون، اذا زاد انا اسميه تعاون، اذا زاد عن حده مو تعاون، اذا لأن زاد عن حده المرة مثلا تحتاج وجود يعني صحيح. معاونة الريال لها، خاصة عندنا بعض مثلا بعض الحريم وظيفتها دكتورة تاخذ خفارات مثلا، لازم يراعي وظيفتها يعني طبعا الدكتورة. لأن المرة لما تحس ان الريال قاعد يقوم في المسؤوليات، صدقني المرة اللي شافت الريال يقوم بالحد الأدنى، لو الحد الأدنى من المسؤوليات، حتى وإن كان بعض المسؤوليات التي تفترض أن تقومها بها، ليش مو أولاده بعد؟ لازم يجاب لهم هو بعد. فلما تحس انه واقف معاها ويقدر ظروف وظيفتها أو عملها اللي هي قاعد تروح تتكد وتشتغل، شيء طبيعي راح يكون في نوعا ما توافق ويجي في عينها. لو بنتكلم عن فئة من الحريم، يعني احنا نبي نتكلم عن بعض الفئات، ممكن ريال اليوم اذا تتابعونا بيزعلون بيقولون ليش كل كلامكم عنا احنا، لكن انا خلني يعني احنا نضرب فئة معينة، احنا قاعد نتكلم في يعني كظاهرة يعني اغلبية الظاهرة بان الرجل هو المسؤول عن البيت، وانت يا ريال يعني الله حط فيك ما 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 يكفي من الحكمة انك تحل امور بيتك ومشاكلك. لكن انا اتكلم عن فئه معينه من الحريم، وهي مرت علي انا شخصيا في المكتب، المره تجي وفعلا ما يعجبها العدم. يعني انا اوصل لمرحله ان لما نتصل على المراه يكون مثلا موكلي رجل او العكس، نحاول نوصل لاتفاق على الطلاق بما ان موضوعنا خلع، اتفاق على الخلع، والريال احيانا يقول يبقى على الرغم انها خلع وتبتخلع نفسها قدام الناس ان هي اللي عايفتني، على الرغم من ذلك انا بعطيها حقوقها كامله، بعطيها المؤخر وبعطيها كل شيء، عيالها عندها والمؤخر وبمشي نفقه، بسلم لها كل شيء، بسلمها. طبعا احنا نتفق عشان بس الشرط اللي ذكرناه في اول الحلقه، يعني يكون مثلا خلع مقابل 10 دنانير او مبلغ مالي بسيط، عشان بس الشرط الشرعي والقانوني. فيقول انا مستعد كل شيء اسوي لها. نوقف على موضوع النفقه، في فهم خاطئ عند الحريم ان انا لما اروح المحكمه راح اشغل كل راتب الريال، وهذا شيء خطا، لان تحديد النفقه يعتمد على الراتب، يعتمد على طبيعة الدائرة اللي احنا فيها، تقدير القاضي، قاضي عن قاضي يختلف تقديره، قاضي يمكن يعطيها 500 في الشهر، قاضي يمكن يعطيها 100 دينار في الشهر. إذا في ظروف معينة في المحكمة تحدنا يعني تحكم لنا معيار معين، هذا هو انتقام لا أكثر، نعم، ولا أقل. لكن في فهم خاطئ أن تي تقول اتعاند، تقول احنا مثلا نحاول نوصل لتسوية، يا مرة أنت راح تاخذين بالمحكمة مثلا 400 دينار، لو قد تقللين 50 دينار شوي تكون حافظتي على خطوط الرجعة بينك والمودة والتعاون وعقد اتفاق نسوي لكم، أحسن من المحاكم ومن القضايا. تنازلي عن 50، أخذي أقل بشوي، العقد الاتفاق لازم تنازل من الطرفين. تقول لا أنا أبي 500 دينار، أقول هالمحكمة تحكم لك 400، من واقع خبرة نكلمها كقضايا تمر علينا، تصر على 500، أنا رحت مكتب ثاني قال لي 500،
انا قالوا لي رفيجاتي رفيجتي نفس حالتي تاخذ 500، قلت لها مو مضمون، انا اعطيك الافرج المتعد المعدل الطبيعي. لان فاتح الاتصالات راح اعطيكم اعزائي المشاهدين، نتلقى الان اتصالات. اول مكالمه من الاخ محمد العنزي، مساك الله بالخير اخوي محمد. مساء النور، كيف حالك استاذ محمد؟ يطول بعمرك اخوي محمد، تفضل. استاذ اول شغله بقولها تعليق بسيط عندي، ويا ريت بس كل واحد يفتح صدره على الاخر معي معلش. اول شغله استاذ محمد، انت المفروض ما حد يقول لك استاذ، يقول لك دكتور، لانك فعلا برنامج رائع جدا، وانت انسان دخلت بجميع المشاكل اللي تخص الناس واللي تخص العامه. جزاك الله خير. اشكرك على البرنامج الحلو هذا، واشكرك على التقديم اللي افضل من رائع. الله يجزاك خير. طيب استاذي ويجزي الجميع، الحين في موضوع نقطه مهمه انا ودي اعلق عليها. تفضل. اللي هي موضوع الطلاق والعيال. الطلاق، الرجال طلق زوجته، هذا شرع وحلال من رب العالمين، على اساس ان كل واحد خلاص ما يبي الثاني، كل واحد يعيش حياته، او انه يتزوج ويتزوج كيفه. زين موضوع العيال في صله ربط اذا كان موجود ولد. زين صله الربط هذه احنا ودنا نحلها، يعني المحكمه تخلي العيال الحاضنه بالاساس الام. في مثلا امهات زين والله يرحم الكل ما يصلحون حق الحضانه. يعني انا قاعد اكلمك شخصيا، انا مدرب ملاكمه، وقاعد يوصلوني اطفال زين مثلا بعد ما ياخذ الحضانه الابوم يجيب الولد عندي، الولد رايح بالمره صاير بسكوت الولد، والله صاير بسكوت الولد، يعني كلش لا شخصية لا كذا لا كذا لا كذا، يكون البيت كله حريم، ما في شخصية، ما في قاعدة مع ريايل، ما في كذا ما في كذا ما في كذا، ما في تعليم، هذه كلها تنقص من شخصية الولد. زين محمد سؤالك الكريم. سؤالي ليش المحكمة طالما صارت في محكمة أسرة ليش المحكمة ما تعدل؟ عطت المرأة زين حق تسجيل الولد بالمدرسة، زين عطتها حق بالمعاملات مالته، شالت حقوق الرجل كلها، هم الرجل يشوف الولد مرة واحدة بالأسبوع وما له حقوق على ولده، ما يصير. كلام جميل، مشكور محمد. يعني استاذ حوراء بعدين بنتقل باختصار. نعم. اساس المرأة اعطت المرأة حق الحضانة، اعطتنا تسجيل طبعا بالنسبة حق الملاحظة، الأبو لو شاف ملاحظة ما يقدر يعدل. نعم بالنسبة حق هذه الملاحظة، دائما احنا نقول المحكمة وضع يعني في قانون معين، وفي في الكفة الثانية انا عندي عرض الدعوة من الناحية الموضوعية وتقديرها عند القاضي. شلون يعني انت عندك حضانة، القانون يقول حضانة للمرأة، وعندك في الجهة المقابلة حق إسقاط الحضانة عن الأم إذا كانت الأم غير مؤهلة لهذا الحضانة. شاف ملاحظات على الولد. ملاحظات على الولد إذا كان هو والد، مثلا هو والد لهذا الولد. اليوم إحنا عندنا قانونين، يعني يمكن الناس يعرفون، في عندنا قانون الطفل اللي تطبق من سنة 2015. اليوم قانون الطفل أعطى الحق لكل من يلاحظ بأن هناك طفل متضرر أن يبلغ عن هذا الطفل. اليوم إذا هو كان والد الطفل من حقه أنه يروح من باب أولى، هو صاحب الحق في تقديم شكوى ومتابعة أموره، أو أنه يرفع دعوة إسقاط حضانة عن الأم. الدعوة هذه تحال للتحقيق ويثبت أن الأم قصرت في تربية الإبن، يحول الإبن إلى لجنة مشكلة من أطباء نفسيين واجتماعيين، وبالتالي يتم إحالته وعرضه على هذه اللجنة. تقديم الشكوى عن طريق حقوق الطفل أو وين يقدمها؟ بالمخفر؟ طبعا في شكاوي قانون الطفل قسم، عندنا شكاوي جزائية وفي شكاوي طبعا تقدم في المخفر. في المخفر. نعم، وفي عندي أنا سمعت بالفترة الأخيرة في الطب النفسي في إدارة تم إنشائها لرعاية الطفل وحقوق الطفل. حلو. هذه الإدارة يصير أي شخص يروح مثلا يعني والد، يعني بالفترة الأخيرة سمعت أن في أحد الآباء راح قدم شكوته هناك، وفتحوا ملف لهؤلاء الأبناء، وتم استدعاء الأم ومناقشة حالة الأبناء النفسية، لأنه كان يلاحظ عليهم بعض الملاحظات خاصة بشخصيتهم وتدهور شخصيتهم من الناحية النفسية، وبالتالي تم استدعاء الأم، وطبعا هم يصدرون تقرير. حلو. يأخذ التقرير هذا يستشهد فيه في قضايا إسقاط الحضانة وغيرها. أستاذ إلهام، تأثير الخلع والطلاق اليوم على الأبناء، الأبناء يعني مثل ما قال فعلا اليوم يعني باختصاص عندي اتصالات وايد، تأثيرهم على الأبناء يعني نشوف يعني ضياع، مشتتين، حتى تشوفهم المدرسة يعني حالتهم النفسية جدا. شلون يقدر تتعامل الأم الحاضنة أو الأب مثلا مع أطفال؟ طبعا إذا كانوا الأم والأب بينهم توافق كبير، يعني أنا عندي واحدة من الحالات صراحة يعني أذهلتني بردة فعل غريبة صارت بين الأم والأب، وكان في اتفاق على الطلاق،
وتقول تخيلي رحنا المحكمة طلقنا بعدين أخذنا ولدنا ورحنا تعشينا. هني توافق عالي، توافق عالي. هم اثنينهم يدرون إنه ما يصلحون حق بعض، بس خلاص ليش يبهدلون الولد معاهم؟ في توافق عالي. إذا كل ما زاد التوافق ما بين الرجل، توافق يعني شنو؟ يعني أوافق تنازل اثنين مصلحة الولد بالضبط يا بالضبط. يعني أنت الولد إذا أبوه توفى أو أمه توفت في المدرسة من يسمع اسم أب أو أمي يدهور، فما بال إذا قال واحد من الأطفال ولا طلعت مع أمي وأبوي أو تسلم أو الولد مثلاً في مكان معين يأخذ الأم إذا بينهم خلافة في مخفر أو في مكان معين. هني الاتفاق لازم يكون لمصلحة الأولاد، وأمانة هذا يعني يحتاج ل يعني الإنسان يكون عنده يعني إيمان عالي بأن اللي قاعد يسويه هذا سلوك إنساني، يعني هذا ما هي عملية حرام مقايضة ولا إدارة ولا تجارة ولا ما، مو كذي يعني، هذا سلوك إنساني فطري. حلو. فطريا الواحد لازم يخاف على عياله. تساعدوني في الاختصار لنوايا اتصالات. فاطمة ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام أخت فاطمة، تفضلي سؤالك الكريم. أنا السؤال أول شيء بقول لكم أنا اللي قلته كله السلبيات ترى بحياتي، وفوق هذا صابرة، يسافر ينام برا، حتى لو نام بالبيت ينام تحت بالدوانية ما نشوفه على وجبه، لا أنا لا عياله، وفوق هذا صابرة، والحين يقول لي روحي المحكمة روحي بيت أهلك، وللأسف المحكمة الجعفرية عندنا ما وقفوا معي ما انصفوني، يبي شهود يبي أهلك يبي أبوك يبي أخوك، أهلي مراضين يروحون عندنا عيب صح. عيب، وقال لي ودي عيالي، قلت له عيب أوقف عيالي قدام أبوهم، وفوق هذا يقول لي اوكي يبي فواتير يبي شيء، وانا ما خلاني لا اكمل دراسه ولا اشتغل، والحين صار لي 23 سنه عايشه معاه، ابي حل. يقول لي روحي بيت اهلك، مع انه ما يشوفني لا على وجبه لا على ما يدري عن شيء، وفوق هذا سلبيات كله حتى بعياله، يقول هدوا الدراسه، تخيلوا ماشي. يعني حتى عياله ما في ما يبي مصلحتنا. سمع الرد اخت فاطمه يمكن نعم. هذا بالنسبه الى المحكمه هذه نعم يعني. بالنسبه الى هذه الحاله طبعا حاله الدعوه للتحقيق وفي المحكمه الجعفريه، احنا حاله الدعوه للتحقيق طبعا مطبق سواء في المحكمه الجعفريه او محكمه الاحوال الشخصيه. انا انصح فاطمه اقول لها ان اذا كان هو انسان عافك وعاف صبرك واحتمالك للاذى اللي هو سببه لك، مجرد ما انه طلب منك تطلعين وانت خلاص ما تبين تقعدين، تطلع وتروح ترفع قضية نفقة زوجية. النفقة الزوجية تحكم لها المستمرة بدون فواتير، والأحكام في المحكمة الجعفرية اليوم أصبحت بخصوص النفقات أصبحت نفقات عالية مو نفس السابق. قبل يمكن 4 أو 5 سنوات كانت أحكام النفقات جدا متدنية، الآن توجه الأخير في المحكمة الجعفرية أحكام النفقات صارت أحكام تتوافق مع الحياة ومتطلبات الحياة، ترفع نفقة زوجية مستمرة، ترفع إثبات حضانة، نفقات أبناء إذا ما كانت ساكنة في بيت أهلها أو كانت مأجرة عند والدها أو مخصص لها مكان، ترفع قضية أجرة مسكن وتأثث مسكن من حساب الزوج. ممتاز. وإن شاء الله ينحكم لها في اللي هي تبيه كان. سادة حوراء إن شاء الله ما راح تقصر وياها إن شاء الله بإذن الله. سادة الهام، امرأة يعني أبدرس حالتها النفسية 23 سنة صابرة ما عندها سالفة جد. أيوب عليه السلام ما صابرها كثر على ما فكرة. عندها سالفة ما عندها سالفة، ممكن ظروف اجتماعية تجبرها، ماكو شيء يجبر. شو اللي الحين طلعها تحت جاي؟ ليش تحت منها طلعي يعني لازم تنطرد؟ قالها روحي مع يعني لازم تنطرد عشان توصل المرحلة. طيب إذا أنا أساسا مو عايشة حياة زوجية، تقول يا برا ينام برا، يا ينام برا يا يسافر يا ينام تحت، يعني وينه؟ هو وينه في حياتها اصلا؟ مو موجود. شو اسم زوجه؟ وهو اللي خلاه يسكت رضاها وسكوتها، رب العالمين يقول طالبوا بحقوقكم. يمكن كانت على امل ان يتعدل. متى؟ كم؟ ايش كثر يعني؟ ويا عنده مشكله شخصيه، وهذا لازم المراه تكون وايد ذكيه في صيد المشكله، هذا عنده مثلا يعني يا انه عنده خرابيط، يا انه مثلا انسان ضعيف اللي ينقص عليه، يا أن عنده سلوك غير سوي يمشي بخط منحرف مثلا، ألاحظة يا يعني شوف لي حل، ما أنطر 23 سنة نحرقه بالقضايا يعني الحين ما تلقى إلا تحرقه بالقضايا الحين لأن هي يعني ما نلام ما يقولون المخالف خلاص الحين 23 سنة آخر شي يقولها مع السلامة بعد الصبر. معاي منو وياي؟ سعد خالد، مساك الله بالخير يا سعد. هلا أخوي مساء الخير، طول بعمرك أنت والأساتذة.
تفضل. بارك الله فيك. انا داش مداخله اليوم. انا صار معي خلع اليوم. ايه؟ انا سويت خلع انا ويا زوجتي الله يسهل عليها، قمه الرقي والعلاقه وكل شيء انا معاها. الخلاف ما كان انا وياها ابدا. انا تزوجتها عندها 4 أطفال صغار السن وربوا في بيتي لما تخرجوا بكلوا اصغر واحد داوم الله يجازيك. ما كان خلاف بيني وبينها، فصار الشد والجد تطلع من بيت العيال. فما حبيتها تقعد تهد عيالها، بنت الحلال قعدت تهد عيالها وتساومها بيني وبين عيالها، فراحت وراحت المصيبه. لكن استاذي انا الشغله الوحيده اللي لاحظتها في قضيه الخلع الاستشارات الاسريه، لما اجي للمستشار الاسري واتكلم وياه واقول له ويقول لي تبي زوجتك؟ اقول له ايه. رجل فيقول لي زين خلها تقابلني. اتكلمه ولد شباب عمره 32 او 40. فهدي المرأة ليش ما تقابل المرأة؟ تقول لها شنو اللي عندها؟ ليش تقابل شخص ويطلع عليه يقول لي والله مرضى؟ طيب يا اخي كلمونا، ممكن المرأة تقابل مرأة تتكلم وياها احسن. في بحث. وبعدين بالنسبة للمحامي، مع احترامي للاخت المحامية، اغلب الغالب يعني انا المدافع الشرس المحامي محاميها متلهف للطلاق، يعني شفته يعني مستذبح لانه يطلق. وانا ما بيني وبينها اختلاف على فكره. لما طلعنا الله يسهل عليك والله يسهل عليك يا ابو فهد، واذا احتجت ترى بدق عليك. كل الامور هذه بيني وبينها ما في اي شيء. لكن زواج 16 سنه انتهى بلحظه لعدم تدخل استشارات اسريه. كذب، انا قاعد اقول لك كذب، يضحكون ادارات بس. لكن مره تقابل، لازم تقابل مره، ما تقابل رجل تتكلم خصوصياتها. يمكن كان بامكانها تحل، وانا ما بيني وبينها اي خلاف. وصلت يعني قبل 10 دقائق هي ذاك علي وانا طلعت ادخل. شكرا اخوي سعد، اعطيتك اسمع من الشسان لا ما اروح. يعني مثل هالحالات انا اشكره، يعني مثل خلاص 16 سنه عمر يعني وربى عيالها وصل يمكن ظروف معينه، خلاص مع السلامه. نعم يعني اعتقد توافق طيب، بس اشتكى على موضوع الاستشاريين يعني. شوف انا يعني في الاستشاره الاسريه اللي تصير في المحكمه، انا ما صراحه ما ادري شنو سيستم العمل عندهم هناك، ولكن اللي يونا وايد احنا نرجع لقصة حياتهم، وايد نفصل في قصتهم. يعني مثل اللي يطلع البذور ما بين التراب طلع حلول لحل هذا الإشكال ما بين الزوجين. نذكر الأحداث الطيبة اللي صارت في حياتهم، نخليهم يتذكرون على الأقل اللحظات السعيدة اللي عاشوها. نوعا ما الإنسان ترى عقله يعني ينتعش لما يتذكر، يحن شوية، خاصة الزوج مع زوجته. يعني الزوج زواج اختيار، ما هو فطرة، يعني مو أمي هذا ولا أبوي قصبا علي يحبه لو يذبحني. هذا الشخص اختيار، أنا اخترته يكون في حياتي. ما لم تكن أحداث في حياتي معه وأحداث حلوة، ما راح يكون عندي رصيد من الأحداث الإيجابية. فهذه صراحة أمانة يعني لازم يؤديها المستشار الأسري، ولازم يكون هذا المستشار يحب شغله عشان يؤديها بكل أمانة. موضوع المحامين يبي موضوع المحامين باختصار أساسا. طبعا أنا يعني ما عندي فكرة عن موضوعهم يعني. يعني مو كل المحامين على السواء، في بعض المحامين يعني ممكن إنه شوي يعني موقفه يكون مع الموكل يعني شوي يعني يكون نوعا ما مبالغ فيه. لكن يعني لو بتكلم أنا على المستوى الشخصي، إذا كان في شخص يعني يا أحد خصومي كان عنده رغبة في الصلح وسويناها أكثر من مرة والله وفقنا في بعض الحالات، إحنا دائما نفتح باب الحلول الودية. لكن إذا كان الموكل رافض، بعد المحامي ترى يعني سلطته وشغلته من 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 إرادة الموكل نفسه، إحنا ما نقدر نسوي شيء في مخالفة إرادة الموكل. بس نقطة على موضوع الاستشارات، أعلق على موضوعه يعني لأن أنا قاعدة في المحكمة وقاعدة أشوف الوضع قدامي. مثل ما في باحثين اجتماعيين في باحثات أيضا، وبالتالي هو لو كان يعني حاب في حزتها أنه يغير الباحث ويحط باحثة، ترى الباحثات أكثر من الباحثين الريايل. هذا رقم واحد. رقم اثنين، إحنا ما نلوم إدارة الاستشارات الأسرية، قانون محكمة الأسرة تطبق بين يوم وليلة، كان ما عندنا فترة لتطبيقه، وبالتالي ما عندنا ستاف باحثين اجتماعيين متخصصين. اليوم إدارة الاستشارات الأسرية قاعد تستقبل في اليوم لا يقل عن 50 حالة
لا تقل على 50 حالة إدارة الاستشارات الأسرية. لو بحط الباحث يبحث في حالة اجتماعية وحياة أسرية شيء طبيعي ما رح يقدر يخلصها في يوم واحد، وبالتالي احنا محتاجين الستاف. وأنا هني أناشد وزير العدل، أنا أقول له أنت يعني يعطي ألف عافية أن طبق لنا محكمة الأسرة، لكن هذا التطبيق كان سريع جدا، ما عندنا الإمكانيات، ما عندنا الأدوات. إدارة الاستشارات الأسرية يعني انتشرت مرة واحدة، صار عندنا لليوم احنا ما عندنا حق محافظة الفروانية استشارات أسرية، عفوا حق محافظة العاصمة، قاعدين نضطر نروح حق الفروانية. محافظة الجهرة أيضا ما في لها استشارات أسرية، قاعد نضطر نروح الفروانية. الضغط قاعد يصير على إدارة الاستشارات اللي بالفروانية، كذلك الأحمدي وحولي كل اللي موجودين فيهم باحثتين أو ثلاث، ويستقبلون باليوم 50 يعني ما بين قضايا وما بين منازعات أسرية. إذا هم ما ينلامون، احنا يعني لازم نفتح. احنا هذه من ضمن التوصيات اللي انا يعني اناشد فيها عن طريق الحلقه. معانا اتصال الاخ معيوف الشمالي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اخوي معيوف تفضل. هلا احمد، يطول بعمرك الله يحفظك. ألو. ان شاء الله وياك يا معيوف. اسمعك. الو معيوف، اسمعك. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، نور الشاشة أبو أحمد الكبير. يطول بعمرك. أمرك أول شيء هذا الطلاق، أول شيء هذا لازم الأب والأم يفكرون في العيال، لأن عندما ينفصلون العيال ضاعوا وما لهم ذنب العيال صراحة، جحالة برياء ما لهم ذنب. ثاني شيء هذا صراحة كل سبب قلة الوازع الديني والقداسة الزوجية، إحنا علتها الأسباب طلق على تفاهم الأسباب. إحنا كنا بالسبعينات بالثمانينات ما كان كثر هالكم الطلاق، بعدين طال عمرك هذا كان، فبعدين الحين يأخذها علشان كم راتبها. يقولك ما كان لله دام واتصل، ما كان لغير الله على طمع انقطعوا فصل. نعم. سلامتك. شكرا أخوي معيوف. أرجع أستاذ الهام، أشار إن بعض الزواج زواج مصلحة، كم راتبها؟ أبي مدرسة، أبي دكتورة. المدرسة عليها إيه إقبال. أنا يعني إقبال على المدرسات يعني ما موظفة ما يبونها، مدرسة. نعم. زواج الراتب أسميه، صحيح؟ طبعًا. صحيح. طبعًا. واقع. إيه وهذا من زمان ترى. زين بس يعني المرأة مو شرط تصرف على بيتها، يعني ما هي مسؤوليتها تصرف، الرجل. ولا شرعًا. إيه يعني طبعًا ما هي مسؤوليتها، بس يعني هم سند. يعني الحين ما صرفت، إذا احتجت هي موجودة. هو كرجل يعني لسانه. ما اعتقد في حتى المرأة الكويتية ما تشارك ببيتها يعني. يعني بالضبط، يعني اوريدي هي شو بتسوي يعني في الفلوس؟ اكيد راح تشارك فيه. فايدين احسن من ايد واحدة. فبالتالي اكيد يعني هي هي هي, هي, هي العملية مو بس زواج، اني انا بس بتزوج واحدة. الحين ما حد ياخذ، يعني ما ابي اقول ماكو، بس نادرا ما ياخذ واحدة خلاص انت قاعدة في البيت لا تشتغلين، انا اللي اسوي وانا اللي اصرف وانا اللي. ذكر نقطة مهمة، قال في السبعينات قبل بحياتي انا، يعني قال بالسبعينات ما عندنا حالات الطلاق هذه. نعم. ما عندنا طبعا، احنا ماكو شيء اسمه سبعينات الحين. صح. احنا وصلنا لزمن احنا كل ثمان تشهر العالم يتغير، كل ثمان تشهر المنطقه قاعده كل شيء قاعد يتغير في كل المحافل، مو بس بالحياه الاجتماعيه، في العلم، في الطب، في الفلك، في الكون، في كل شيء قاعد يتغير. اكيد اي سبعينات، احنا بالتسعينات ماكو شيء يشبهنا الحين، كل الامور تغيرت شيء طبيعي. فبالتالي احنا لازم نقبل التغيير ونشتغل على اساس، لازم احنا نتغير معه. خلقنا لزمان غير زمانهم، ماكو شيء شابه. المجتمع يتحرك، الجمعيات كلها تتحرك لاصلاح المجتمع. بالضبط، في التوعيه، التوعيه وايد مهمه. الساده ايضا ذكر يعني يمكن نعيد، يقول لك يعني زواج الراتب، هل فعلا قاعد تواجهين المشكله؟ طبعا يعني انا اليوم تمر علينا حالات ان في حريم ياخذون قروض حق ريايلهم، في حريم يرممون بيوت ويا ريايلهم، في حريم يصرفون مسؤوليات البيت نص بالنص، المصاريف المدرسية نص بالنص. المرأة الكويتية خاصة صراحة يعني شهادة تقال في حقها، شهادة حق المرأة الكويتية تصرف على بيتها. ترى ما عندنا حريم ما يصرفون على بيوتهم، وهذا شيء طيب جدا. لكن المرأة لما تشوف ما في تقدير في الجهة المقابلة، شيء طبيعي تبي تترك الريال وتهده وتاخذ عيالها وتمشي. بس في قضيه اثيرت ان اليوم لما يخصص ارض من الحكومه وبنك التسليف وتوقع معاه وتبني بيتها وتتحمل معاه الضيم، ولما تكبر يتزوج عليها يطلقها، يقولها توكل على الله، يطلع اسمها من البيت اذا كان بيت حكومه، اذا كان بيت اسكان من اذا 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 ما صدرت الوثيقه من حقه ان اذا تطلقها يعني عادي تقعد وياه 10 سنوات 15 سنه وهي صارفه في البيت ومرممه، اذا كان بيت اسكان
طلقها وتزوج غيرها يطلع اسمها حتى وإن كانت حاضنة، تصير صفتها في البيت كحاضنة فقط لأبنائها، وبالتالي يطلع اسمها من البيت ويسجل الزوجة الجديدة في البيت. وهذا الشيء يعني جدا ظالم. أزيدك من الشعر بيت يعني، وهذا شيء يعني موجود ويمكن أغلب الحريم ما يعرفون عنه. اليوم حق الاختيار إذا كانت حضانة أبنائها بالاختيار ما لها حق تسكن في البيت، مع أن الدولة خصصتك له ولأبنائها. أنا عندي حالة الأب طلق الأم، ولدها اختارها لأنه وصل عمر 14 سنة، فإذا حضانتها بالاختيار استبعد اسمها من البيت وطردها هي ولدها برا. والحل؟ وتزوج واحدة جديدة وقعدها. الحل احنا محتاجين طبعا، هو هني في هالحالة لما احنا نروح ونشتكي ونقدم ونروح الإسكان، يا جماعة ما يصير، يقول لا طلع حقها في الرعاية السكنية هي مطلقة. زين احنا عندنا حالات تمر علينا، المرأة حتى بعد طلاقها كم يعطونها بنك التسليف؟ 60,000 70,000 إذا بيت 200 متر، 45,000 إذا أقل شقة. زين هل في شقة في هذا المبلغ؟ شقة غرفة وصالة ما تلقى شقة غرفة وصالة 45,000 مستحيل الحين. ما تعتقدين هذا القانون ظلام المرأة؟ طبعا، لأن أبخص حقها. أنا عندي قاعد أقول لك الرعاية السكنية، زوجة عندها أبناء حضانتها بالاختيار، يقول لك لا انتهت الحضانة والآن حضانتها بالاختيار ما لها حق تقعد في البيت بصفتها حاضنة، هي مو حاضنة لأن عيالها. تطلع برا تأجر لها. منو في بيأجر شقة؟ أجرة المسكن. أنا أجي لك زين، أنت طلعتها برا من البيت، أجرة المسكن كم تحكم لها المحكمة؟ تحكم لها بإيجار كامل، في إيجار 150 دينار، في إيجار 200 دينار، هذا إذا كان الحكم ممتاز 300 دينار، 250 دينار أجرة. أنا يعتبر ذلك ظلم للمرأة. طبعا يعني المرأة عاشت مع الرجل يعني أنا ودي، والدولة طبعًا خصصت لها خصصت لها وتحملت وضمنته. زين بغض النظر عن ان قرض التسليف مثلا القرض ينخصم من راتب الزوج، انا بغض النظر عن هذا الموضوع اساسا هو ما كان يمتلك ان ياخذ هذا القرض الا لانه برباط الزوجيه، وكم قاعد ينخصم منه حق التسليف. الحين في ريايل شوفوا وصلت فيهم الى اي مرحله، حتى بعد اصدار الوثيقه يروح يرفع دعوه بدل انتفاع ويقول انا تحملت قرض بنك التسليف 70,000، يلا دفعي انت نص القرض هذا. زين هي مرممة ومسوي، نضطر اني بفواتير وساعات في حريم يرممون، ترى المرأة حسنت نية ما تخش الفواتير، تاخذ قرض تروح تعطي كاش حق الريال. زين انت تي طالبها ايضا في نص القرض مال بنك التسليف. مطلوب تعديل في القانون طبعا وضروري جدا. هل في يعني تحرك لمجلس الأمة النواب؟ الى الان احنا ما شفنا شيء تحرك في خصوص هذا القانون، احنا للحين ما شفنا شيء. للاسف الشديد لما اقروا لنا قانون القروض للمطلقات من بنك التسليف، هذا القانون بدل ان يكون نعمه اصبح نقمه. اصبح نقمه على المرأة. لان المراه صارت الان يعني في عذر لخروجها اذا طلع اسمها من البيت، في عذر انه روح اخذي من بنك التسليف، ولما بتروح تاخذ من بنك التسليف زين اسعار العقارات عندنا مرتفعه ايضا. ما في شقه 45 اصلا. ما في شقه 45 ولا في بيت ولا في مساحة عقار 200 متر 70,000. يعني المرأة في نهاية عمرها لا تحترم. طبعا راح نتكلم في هذه القضية. أيضا معنا مداخلة أخيرة، أبو ضاري. ألو. سلام عليكم، يعطيك العافية. يسلمك يا أبو عاد قلبي، تفضل. طول بعمرك، تفضل أبو ضاري. بغيت أكلم واحدة بس مو محامية. معاك وياك الأستاذة إلهام والأستاذة حوراء، تفضل. يعطيكم العافية أستاذات. أنا بقول لكم شغلة صارت لي شخصيا بالمحكمة طبعا الأسرة. فرحت المحكمة الأسرة وقعدت مع المستشار وكلمني، وصار بيني وبين زوجتي اتفاق أن طلبت هي شروط وعطاني مهلة أسبوع أني أنفذ هالشروط، ونفذت لها طبعا أنا الشروط ونمنينا على أساس أن نخلص موضوع الصح. هي رفضت الطلبات كاملة، فحاكيتنا وحاولنا نتكلم بالموضوع فهي كانت رافضتها تماما، حكم طبعا أنا كنت متزوج ومطلق وكانت عندي بنية. فهل يعقل يعني لما هي تقول المستشار يقول لي خل زوجتك خل بنتك تكون عند امك مو ضروري تعيش عندك، فكان سبب رئيسي ان تكون هي بنتي ما تكون موجوده عندي، وحكم اني انا موفر السكن وموفر الشقه وموفر كل شيء وموفرت حتى الطلبات اللي كانت هي تبيهم. فهل يعقل لما انا اخر شيء يجيني يقول لي لا خلاص عندك حل انك يا تخلي بنتك موجوده يعني عند امك او انها هي مو راضيه وتتطلق طالب الضرر؟
مش خلينا ناخذ هالكلام لمن يشرح لحتي. ماشي بضارح تسمع الرد على اساس هذا هذا بقى لي دقيقتين بقسمها بينكم حلقاتكم جدا ممتعه. المراه شنو النصيحه اللي بتوجهينها لمن يودون الجون للخلع او للاسره المتزوجين يدد يعني؟ والله انا ودي اوجه نصيحه عامه للاثنين، ما ابي اخص المراه فيها او الرجل. ترى كما تدين تدان. صح. اي شيء يضره يرد لك، ترى ماكو شيء في الكون مثل اشعه الشمس، هذا قانون انعكاس كوني ترى. يعني ما يخص شيء خارج نطاق الانسان. كل شيء يخص الكون ترى ياثر في الانسان. اي شيء تعطيه راح مثل التنفس. وهذه أول عملية الإنسان يسويها، وهذا درس لازم نتعلمه. أول عملية لحظة ولادته يتنفس، ياخذ ويعطي، اللي عطيته راح يرد لك. سويت إحسان يرد لك إحسان، سويت مضرة يرد لك مضرة، ورحمة رب العالمين كبيرة صح، لكن مع الظالمين تذكر نفي يمهل ولا يهم. بالضبط. تذكر الجملة بالضبط. هذه شغلة ترى وايد مهمة، وإحنا لو نعيش 100 سنة ترى مو عايشين شيء في الدنيا، هذه كلها أيام معدودة إحنا قاعد نعيشها. صحيح. فانتبهوا على هذه الأشياء ولا تخلونها حصرية سطحية دنيوية. هذه بالتالي ترى وايد فيها ترى حسابات، ما هي بق فقط قضية ورقة ويلا وقع وانتهى. فيها حساب. مو كذي، فيها حسابات كثيرة تالي. في الدنيا في الآخر. مسؤولية يعني هذه. فللأثنين. سيد حوراء الختام. أنا نقطتين أساسيتين وباختصار. أول نقطة أقول حق الريال اللي ما ترضى على بنتك من زوجها إذا كبرت، لا ترضى على زوجتك. فصون الزوجة، وفر لها اللي تحتاجه، وصدقني الله بيعطيك على نيتك. لو كانت هي صالحة لك تبقى معك، ولو كانت هي غير صالحة لك ما راح تبقى معك، وانت تستحق الأفضل. رقم اثنين، دائما أنا أقول حق كل الناس اللي عندهم مشاكل أحوال شخصية، إحنا نقول دائما يا جماعة ترووا قبل لا تدخلون المحكمة. إحنا يعني في، مو بس أنا متأكدة أن في أيضا محامين غيري وفي استشاريين وباحثين غيري، دائما خلوا شخص يكون وسيط بينكم وبين الطرف الآخر. إذا ما نفع العلاقة أنها تستمر وكان لابد من الطلاق، خل نحاول أن نطلع من العلاقة الزوجية بطلاق ناجح وفق عقد اتفاق. وعقد اتفاق على كل الأمور، الأطفال، النفقات، الأبناء، كل الأمور. فخل نكون يعني خل ننهي العلاقة الزوجية باتفاق، وهذه طريقة حضارية جدا وتتناسب مع شهادات أغلب المتقاضين سواء المرأة ولا الرجال، لأن أحيانا يجون لنا ناس دكاترة وكبار وأصحاب شهادات وما يعرفون يحلون مشاكلهم. فخلونا ننهي العلاقة الزوجية باتفاق فقط. أنا أعيدش بالكلام. أستاذ الهام قطان شكرا لك على حضورك اليوم. شكر لكم. وأيضا أستاذة المحامية حوراء الحبيب شكرا لك على حضورك. أشكرك. اليوم أعزائي المشاهدين، للتذكير باكر حديثنا عن أثر الفاشينستات على المجتمع راح نتحاور باكر، راح تبدأ الحلقة الساعة 10:30 إن شاء الله مساء. أتمنى أن يكون هناك فكر حكومي جديد ودور مجتمع في إصلاح المجتمع، لأن قضية الطلاق والخلع أصبحت جدا منتشرة في الكويت. إصلاح المجتمع ضروري قبل الإصلاح السياسي. أدعو الله أن يحفظ الكويت، الكويت أولا، الله يصحح الحال.